السلام عليكم. في هذا الفيديو ان شاء الله نشرح لكم الدرس الثاني في الفيزياء بالنسبه الاولى باك علوم تجريبيه وعلوم رياضيه. الدرس ديالنا هو ترافاي اي بويسونس دين فورس، يعني شغل وقدره قوه. اذا نبداو على بركه الله. الفقره الاولى لي زافي ميكانيك دين فورس سور ان كور سوليد. بالنسبه لي زافي ميكانيك راه فيت لي شتيهم في السنوات الماضيه، بالاخص في السنه الثالثه اعدادي، عرفتي بان ان فورس ا دو زافي لها مفعولان، كاين افي ديناميك افي ستاتيك. افي ديناميك يعني مفعول تحريكي، ستاتيك يعني مفعول سكوني. ان فورس اكزارسي سور ان كور سوليد بو، دونك هذيك لا فورس ممكن انها شنو دير لينا بروفوكي لو موفمون دي كور او موديفي سون موفمون، يعني انها تقدر تؤدي الى تحريك الجسم او جعل الجسم في حاله حركه. او موديفي سون موفمون يعني انها تغير الحركه، يعني موديفي سا تراجيكتوار سا فيتاس، يعني تغير المسار تغير السرعه. اذا هذه المعنى ديال موديفي سون موفمون. ممكن ان هاد لا فورس بو فيغ تورني لو سوليد، يعني ان تجعل واحد الجسم في حاله حركه. او ممكن ان هاد لا فورس بو لو مانتوني اون ايكيليبر، يعني ممكن انها تحافظ على التوازن ديالو. مثلا خدينا اف encore suspendu par un fil، يعني معلق بواسطة خيط. هذاك الخيط شنو كيدير؟ maintien l'équilibre du corps، إذا كيحافظ على التوازن ديالو. وممكن أن هاد لا فورس بو ديفورمي لو سولي، يعني أنها تقوم بتشويه الشكل ديالو، يعني تغير الشكل ديالو. بالنسبة لهاد لي زيفي ميكانيك فاش كنحتاجهم؟ كنحتاجوهم إلا بغينا نديرو لانفونتيغ دي فورس اكزارسي سيغ ان سوليد، يعني إلا بغينا نجردو القوى المطبقة على الجسم كنحتاجو هاد لي زيفي ميكانيك. الفقرة الثانية ترافاي دين فورس كونستونت أو دانسومبل دو فورس. إذا أول حاجة غنشوفو ترافاي دين فورس كونستونت اكزارسي سيغ ان سوليد أون ترونسلاسيون. إذا غنشوفو ترافاي دين فورس كونستونت ترافاي دانسومبل دو فورس، ولكن قبل نشوفو حنا هاد جوج خاصنا نشوفو أول حاجة اشنو كنعنيو ب ان فورس كونستون. ديفينيسيون دين فورس كونستون، كنعرفو واحد لا فورس راه ا 4 اليمون كاركتيرستيك، يعني عندها اربعه المميزات. بوان دابليكاسيون، عندها لا دروات داكسيون كنسمو لين داكسيون، وعندها لو سونس، وعندها لانتونسيتي. دونك واحد لا فورس ان فورس كونستون اي ان فورس كي غارد، باش تكون كونستون خاصها تحافظ لينا. علاش تحافظ لينا على لا ميم دروات داكسيون؟ خاصها تحافظ على نفس الاتجاه او كور دو موفمون ديال واحد لو سوليد. وخاصه شنو؟ خاصها تحافظ على لو ميم سونس، يعني نفس الملحه. وخاصها تحافظ لينا على غارد لا ميم انتونسيتي، يعني نفس الشده. باش نفهموا حنا هاد الثلاثه غنديروا واحد ليكزومبل. مثلا ناخذ واحد لوبجي، مثلا هنا غنطبقوا اون اكزارس واحد لا فورس، غتكون فورس كونستون. وعندنا واحد لا فورس مثلا، هذا هو البون دابليكاسيون ديالها، وهذه لا فورس اف. دونك في هاد الحاله غتحرك لينا هاد الجسم، هذا هو لفي ديالها. دونك في هاد الحاله البوان دابليكاسيون غتولي هنا، غتولي هنا في البي. ولكن باش تكون كونستونت هاد لا فورس كونستونت خاصها تكون تحافظ لينا على لا ميم دروات داكسيون، يعني نفس لين داكسيون، يعني خص يبقى متوازي. يعني الا بغينا نرسموها رسموها بحكا اف متوازي بحكا، وخص تحافظ ميم سونس، يعني باقي عندها نفس السونس، يعني دو ا فيغ فيغ لو او، هنا فيغ لو او. وعندنا ميم انتونسيتي، يعني ميم لونغور، يعني نفس الطول ديال هنا نفس الطول ديال. فهاد الحاله كنقولوا ان هاد لا فورس ايتين فورس كونستونت. دابا نشوفو نوسيون دين ترافاي، مفهوم الشغل، شغل واحد القوة. انت كنقول واحد لا فورس ترافاي، ناخذ المثال السابق. مثلا عندي انا لاحظت معايا هاد لا فورس لو بوين دابليكاسيون ديالها انتقلت من واحد لو بوين ا لو بوين بي. اذا في هاد الحالة علاش انتقلت؟ لان هاد لا فورس كنقولوا بانها تشتغل، عندها واحد لو ترافاي. يعني باش نتكلم على لو ترافاي، الا كانت هذوك لو بوين دابليكاسيون ديال لا فورس سو ديبلاس، تنتقل من واحد لا بوزيسيون لواحد لا بوزيسيون اخرى. الا كانت هذيك البوين دابليكاسيون ما كتنتقلش، في هذه الحاله كنقولوا ان لا فورس نو ترافاي با. دونك اون فيزيك لو ترافاي ايتي نوسيون ليي او فورس، اذا كيكون مرتبط ب لي فورس القوى لو ترافاي، و ايضا او ديبلاسمون دو لور بوان دابليكاسيون، وانتقال ديال نقط التاثير ديال هذوك لي فورس، يعني لي بوان دابليكاسيون ديالهم. ان فورس ترافاي سي سون بوان دابليكاسيون سو ديبلاس. الا كان باش كنقول واحد لا فورس راه كتشتغل، الا كان بوان دابليكاسيون سو ديبلاس، تنتقل دون زين ديريكسيون كي ني با بيربونديكولا ا سيل دو لا فورس، يعني لا ديريكسيون ديال بوان دابليكاسيون خص ما خصوش يكون متعامد مع لا فورس، مع لا ديريكسيون دو لا فورس. والعكس مثلا اون فورس نو ترافاي با، الا كان سي
son point d'application ne se déplace pas. Il ne m'a pas de point d'application. Alors, le travail de là est nul. Yani, là, tu as travail d'une force constante en translation rectiligne. Yani, je vais vous dire translation, même la rectiligne. Voilà. Translation, fait que tu as fait, il te dit un corps en translation. Maintenant, tu as fait un segment ou un vecteur. هنا. مثلا سيغمون او كور دو موفمون تلاحظ ديما كتبقى غيست باراليل يتحركنا تبقى غيست باراليل دونك في هذه الحاله الا كانت هذيك سيغمون غيست باراليل الوي ميم او كور دو موفمون كتقول ان هذاك لو كور اي اون ترانسلاسيون ميم على ريكتيلين الا خديتي اي بوان مثلا ناخذ هذا البوان دابليكاسيون التراجيكتوا ديالها كيفاش داير كيكون سير كيكون ريكتيلين خذ واحد البوان اخر غيكون حتى هو او كور دو موفمون غتكون هذيك البوان ديال هذاك لو سوليد غتكون ريكتيلين في هذه الحاله كنقولوا راه هاد لو كور اي اون ترانسلاسيون ريكتيلين. Donc, on a fait une définition, dire le travail qui veut dire que travail d'une force F constante appliquée sur un corps solide en translation rectiligne. Lorsque le point d'application de la force se déplace d'une position initiale à une position finale, il y a la force en travail, est égal à le produit scalaire de la force et du vecteur de déplacement AP. Il y a le vecteur de déplacement. Il le travail qui est le W. Il y a W. هذيك بوان دابليكاسيون من البوان ا لو بوان بي دونك هو كيساوي لو برودوي سكالا ديال اش ديال لا فورس ديال لا فورس يعني هي اف فوا لو فيكتور دو ديبلاسمون اللي هي ا هكا اذا هذه بار ديفينيسيون كنعرفوا في الرياضيات ملي كندير واحد الفيكتور فوا واحد الفيكتور اذا بحال كنديروا اف فوا ا بي فوا كوسين الزاويه اللي بينات اف و ا بي يعني الزاويه اللي بينات ا بي وبينات اف دونك هذه هي نسموها مثلا هذه هي الفا دونك الفا اي لونغل اونتر اف اي لو فيكتور دو ديبلاسمون ا بي ولا نقدروا نرمزوا ليها بهذا الرمز الفا اف ونرسموا هذيك الفا هنا نتا تعقلنا على هذه بان لو طرافاي دين فورس كيما ار ولا بي ولا تي ولا شي حاجه ديما كنديروا برودوي سكالا ديال لا فورس فوا لو فيكتور دو ديبلاسمون فوا ونقدروا نكتبوا اف ا بي كوسينس الفا اللي بينات ا بي يعني لو فيكتور دو ديبلاسمون ومع لا فورس. Dans le système international des unités, le travail est exprimé en joules. Dans le système international des le travail est exprimé en joules. Donc, on va la relation que nous avons faite. Dans le travail est exprimé en joules, le système international. Dans le F, c'est l'intensité de force, donc elle est en newton. Et dans le AB, distance, donc elle est en mètre. Et cosinus alpha, elle est en alpha. Alpha, tu peux être en degré, tu peux être en radian. Rien que tu peux être en degré, tu peux être en degré. Ou tu peux être en degré. راديان مثلا كانت بي 2 بي مثلا بي سير 3 بي سير 6 في هذه الحاله خاصك دير على الحاسبه تكون عندك براديان. غومارك دونك ممكن نكتبوا حنا هاد ليكسبرسيون اللي حنا درناها ديال لو طرافاي بطريقه اخرى مثلا لخدينا واحد لو روبير مثلا دون زان روبير شوازي اون بو اكسبريمي لي كوردوني دو شاك فيكتور مثلا هذاك لو روبير يقدر يكون مثلا ار او اي جي كا ولا ار او اي جي انا غناخذ واحد لو روبير في البلون مثلا نحاول ندير الاحداثيات ديال هادي يعني كوردوني ديال هادي ولي كوردوني ديال ا بي وندير البرودوي سكالا بالنسبه لاف دونك غتكون عندها اف اكس اف ايكغيك انا حيت خديت انا ار او اي جي يعني في لو بلون الا كان في الاسباس غدير اف زاد وغادي بالنسبه لا بي بحال داكشي في الرياضي اللي كديرو كدير لي كوردوني اكس بي ناقص اكس ا وكدير هنا ايكغيك بي ناقص ايكغيك ا دونك حنا غنحسبوا لو برودوي سكالا اف فوا فوا ا بي انت ملي كدير اف هادي في هادي راه كتكون هادي سويفون اي وهادي سويفون اي ملي كدير اي فوا اي راه كتعطيك ان وحاجه اخرى بالنسبه الا درتي اي فوا جي راه كتعطيك زيرو هادشي اش بلا ما نحتاجو حنا نديرو هادي في هادي ونديرو هادي في هادي يكفي اننا نديرو غير هادي في هادي فقط دونك في هاد الحاله شنو غندير غندير دابا دوبل فات تساوي اف اكس فوا دونك عندي اف فوا ا بي ايتيغال اف اكس فوا اكس بي موان اكس ا بلس f y يعني لي كوردوني ديال f سويفون جي دونك f y y ب y ا ممكن انني نكتب ان ليكسبرسيون ديال لو طرافاي على هذا الشكل دونك اون بو ايكريغ ليكسبرسيون دو طرافاي ديال فورس اون يوتيليزون لي كوردوني كارتيزيان ونقدر نكتبو على الطريقه بحال دابا نشوفو طرافاي ديال فورس كونستانت اون ترانسلاسيون كيرفيلين دابا شنو ترانسلاسيون ريكتيلين دابا نشوفو دابا كيرفيلين منحني ناخذو نفس
نفس المثال. دونك عندنا نعتبروا دونك عندي هاد البوان دابليكاسيون كدير لي واحد التراجيكتوار اللي هو منحني ريكتيلين بحال هكا، بغيت نحسب انا لو طرافاي ديال هاد لا فورس. بالنسبه للفورس كتكون دائما كونستانت، يعني كتحافظ على ميم ديريكسيون ميم انتونسيتي او ميم سونس، كتحافظ عليهم بحال هكا. دونك حنا شنو غنديروا هاد لا تراج هاد 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 لا تراج لا تراجيكتوار كيرفينين، غنحاول نقسمو لواحد القطع صغيره جدا. دونك اون سيغمون انفينيمون بوتي، اون ديفيز لا تراجيكتوار اون سيغمون انفينيمون بوتي كون بو كونسيديري ريكتين، يعني غنعتبرو بان عباره عن قطع. مثلا نقدر ندير ا، ندير مثلا هنا ا1 وهذه هي القطعه، هذه هي الدلتا اي، دونك هذه سيغمون انفينيمون بوتي. ونعاود نقسم ثاني، ندير ثاني واحد القطعه اخرى ثاني صغيره اللي هي نسميها ا2، قطعة كنعتبرها غيكتيلين، وندير مثلا التالتة وغادي، وكنقسم كنجزئ حتى كنوصل مثلا أن، ونقسم على هادي وندير هادي غيكتيلين. شنو عندي دابا لو طخافاي؟ هنا غنتكلم على لو طخافاي إليمونتيغ، حيت هنا لو طخافاي إليمونتيغ كيكون أو كوغ ديال واحد بوتيت ديبلاسمون، واحد بوتيت ديبلاسمون كتكون صغيرة بزاف. أون أبال دلتا دلتا دوبل في، يعني لو طخافاي اليمونتير كرمزو ليه بهكا، ديال واحد لا فورس طخافاي اليمونتير فورني باغ لا فورس اف او كور دي بوتيت ديبلاسمون اليمونتير، يعني واحد انتقال صغير بزاف. دونك كرمزو ليه بدلتا ال اي تيل كو. اذا ممكن نكتبو على هاد الشكل، وحنا كنعرفو لو طخافاي شنو كيساوي قبيله، كنديرو اف فوا لو فيكتور دو ديبلاسمون، ديبلاسمون حتى كيكون عندك واحد ديبلاسمون صغير. دونك في هاد الحاله نكتب اف هو دلتا ال اي، وهادي غنسمي مثلا هادي دلتا ال اي واحد، دلتا ال اي جوج، دلتا ال اي جوج، وهذيك دلتا ال اي 3، وهاد دلتا ال اي واحد راه هي ا واحد. دونك غنحسب دابا لو طرافاي توتال، شنو غندير؟ غندير لاسون، غنحسب لو طرافاي هنا، ونحسب لو طرافاي اليمونتيغ وكور واحد ديبلاسمون صغيره، وغنحسب لو طرافاي هنا ولو طرافاي هنا، وغادي وغادي وغادي. وشنو غندير من بعد؟ غندير لاسون ديالهم. دونك في هاد الحاله لو طرافاي دو لا فورس من ا لبي، شنو غندير هنايا؟ غندير لاسون دي طرافو إليمونتيغ، يعني عندي لا سون ديال اش ديال اف دلتا ال اي هاكا ندير، و اف راها كونستونت ممكن اني نخرجها. دونك غتولي اف هاد الدلتا الاولى غتولي ا ا1، وغادي بليس اف ا1 ا2، وغادي وهاد اف غتولي هنا مثلا، وغادي وكتولي مثلا هنا اف، وغادي دونك غتولي بليس، نجي تا لهنا مثلا تولي هنايا بليس، غتولي هنا اف ا ان ا بي، واللي من وراها اللي كاينه هنا ماشي تكون اف ا ان موان زه ا ان، وده غادي. اذا هنا شنو كنلاحظ؟ كنلاحظ بان اف راه كونستونت، اذا ممكن نعمل بها. دونك نعمل انا باف، دونك نفس ليكسبرسيون درتها هنايا فقط، دابا حنا غنعملو دابا باف. دونك اون فاكسي بار اف، دونك غتبقى ليا ا1 بليس ا1 ا2 بليس غادي تالي. دونك عندي اللي من ورا هادي شنو غتكون؟ غتكون ا ان موان ز ا ان بليس غتولي ا ان بي، ونسد القوس وندير هنايا لا غولاسيون دو شال. دونك عندي ا1 ا1 مشات غتبقى لي ا2، و ا2 راه كاينه هنايا دونك غتولي ا3، وغادي غادي. دونك هنا راه عندي هنايا ا ان موان ز، دونك عندي هنا ا ان موان 2 ا ان موان ز ا ان موان ز مشات مع ا ان موان ز، وهنا عندي ا1 مشات مع ا1. دونك شنو تبقى لي؟ تبقى لي غير ا بي، دونك غتبقى لي ا بي. دونك في هذه الحاله تساوي اف ا بي، اف ا بي. دونك لاحظنا هذه خيط اللي لقيناها قبيله، لقيناها في الحاله ديال ترونسلاسيون ريكتيلين، وهنا اش عندي؟ ترونسلاسيون كيرفيلين، يعني ان لو طرافاي ما كيتعلقش، نو ديبون با دو لا تراجيكتوار دو بوان دابليكاسيون. باش كيتعلق؟ كيتعلق فقط بي ا و بي، يعني هادي راه لقيناها في الحاله ديال ترونسلاسيون ريكتيلين و ترونسلاسيون كيرفيلين. دونك هو كيتعلق فقط بلا بوزيسيون ا و لا بوزيسيون بي، يعني الا كنت عارف انا لا بوزيسيون ا و بي شنو غندير، وعارف لا فورس ممكن ان ندير اف فوا ا بي، وبطبيعه الحال هذه الزاويه اللي كتكون بيناتهم. دونك لو طرافاي دين فورس كونستونت نو ديبون با دو لا تراجيكتوار دو سون بوان دابليكاسيون، لان لقينا نفسها في الحالتين، il ne dépend que de, de sa position initiale et de sa position finale. في هذه الحالة نكتب لو طرافاي في الحالة ديال ترونسلاسيون كيرفيلين راه كتساوي اف لا برودوي سكالي دو اف فوا لو فيكتور دو ديبلاسمون، وكنقدروا نديروا اف ا بي كوسينس الفا، وها الفا كاينه هنا. دابا نشوفو لا ناتيغ دو طرافاي، طرافاي موتور، طرافاي ريزيستون. بالنسبة لهاد هذا كيتحط في التمارين في لي كونترول، كيقول لك
كاين لا ناتير دو ترافاي ولا ديتيرمين لا ناتير دو ترافاي. بالنسبه تجاوب انت اما بترافاي موتور ولا ترافاي ريزيستون ولا ترافاي نول، حنا غنبينو لك هادو. دونك حنا غناخذ واحد ليكزومبل باش نفهمو و اون ميم طو غنتعلمو كيفاش نحسبو حنا لو ترافاي. مثلا عندي كالكيلو لو ترافاي دو واحد دو لا فورس اف دون شاكا، ساشون كو اف 5 نيوتن و ا بي تساوي دي 10 سنتيمتر. دونك غناخذو الحاله الاولى هذه هي لا فورس. الا شلنا ا بي راها عموديه على اورتوغون يعني بيربونديكولار ا اف، في هذه الحاله لونغ شحال غتكون؟ غتكون 90. دونك غتكون 80 10 دوغري. دونك في هذه الحاله غنطبق كنعرف بان لو ترافاي كيساوي اف fois AB, le vecteur de déplacement. Donc, on a ce qu'on dit, on dit F, AB, on dit cosinus alpha. Alpha, c'est quoi alpha? Zawi alpha, il y a 90. Donc, on a un autre débat, on dit F. F, il y a 5, il y a. بالنسبه لاب خصك تحولها للمتر لزينيتي انترناسيونال ودي هنا كوسينيس 90، وكوسينيس 90 راه كيساوي زيرو زيرو. دونك في هذه الحاله غتساوي زيرو جول. الحاله الاخرى الا كانت مثلا الفا كتساوي 60، الفا تيكال 60 دوغري. في هذه الحاله نفس الطريقه ها هي لا فورس اف. دونك غنطبق نفس العلاقه شنو غتساوي؟ دونك هنا غنعوض 5 0 ما يتبدلوش ليا، تولي هنا كوسينيس 60. بالنسبه لكوسينيس 60 كتساوي 0.5، دونك غدير 0.5 وغتلقاها 0.25 جول. الحاله الاخرى الا كانت الفا كتساوي بي، يعني كتساوي 180 درجه. دونك في هذه الحاله غندير هنا 5 في 0.1 كوسينيس 180 وغنمشي نحسب هذه. وبالنسبه لكوسينيس 180 كتساوي موانزا، هي كوسينس بي. دونك في هاد الحالة كتكون موان زيرو سانك جول. شنو كنلاحظ منها؟ كنلاحظ بأن لو ترافاي يقدر يكون نيل، يقدر يكون بوزيتيف، يقدر يكون نيجاتيف، ياك؟ هادي كنعرفها. دونك إلا كان بوزيتيف ونيجاتيف كنقول بأن هاد لو ترافاي إيتين غوندور ألجيبريك. واخا إلا كان نيل في هاد الحالة كنقول بأن لو ترافاي إي نيل، يعني هذيك لا فورس ما كتشتغلش نهائيا، حيت لا ديريكسيون ديال البوان دابليكاسيون راه كتكون بيربونديكولار أ أ أ بي. حاجة أخرى تاني بالنسبة لو ترافاي هنا راه بوزيتيف موجب هنا، في هاد الحالة كنقول لو ترافاي إي ريزيستون، ولا كان نيجاتيف لا هنا غنقولو موتور باردون، وبالنسبة إلا كان نيجاتيف كنقولو ترافاي ريزيستون. وهاد ناقص وزيرو بليس من جاو؟ جاو من هاد من هاد كوسينس الفا، يعني لو سين ديال لو ترافاي هو عنده علاقة بهاد لو سين ديال كوسينس الفا. دونك لو ترافاي ديال فورس اتين غروندور الجبريك، إل بو اتر بوزيتيف أو نيجاتيف، شرحناها. ليكسبرسيون اف ا بي كوسين مونتر كو سون سين ديبون دو سين دو كوسينس الفا، يعني ديك ناقص ولا زائد راها كتعلق بكوسينس الفا. وبالنسبة دابا نشوفو الحالات الممكنة. دونك الا كانت الفا كتساوي زيرو، دونك في هاد الحالة كوسينس الفا شحال كتساوي؟ دونك غناخدو الحالة الا كانت الزاوية بين اف و ا بي زيرو، في هاد الحالة كوسينس الفا غتساوي واحد. اذا غنحسب غتولي موجبة، دونك غتولي اتقال بليس اف ا بي، حيت كوسينس الفا تساوي ان، غتولي بليس اف ا بي. والحالة الاخرى الا كانت عندي الفا صغر من 90، يعني صغر من 90، إلا مشينا حسبنا صغر من 90 كوسينس ألفا راه كيكون موجب. إذا لا كان موجب وهادي بوزيتيف وهادي بوزيتيف، في هاد الحالة غيكون عندي لو ترافاي يكون بوزيتيف. إذا لا كان عندي لو ترافاي بوزيتيف، في هاد الحالة غنقول بأن لو ترافاي إي موتور. الحالة إلا كانت ألفا كتساوي 90، كوسينس ألفا شحال كتساوي؟ كتساوي زيرو. دونك غيكون لو ترافاي إلا كان عمودي غيكون زيرو. دونك في هاد الحالة كنقول لو ترافاي إي نيل، يعني هاد لا فورس ما نترافاي با. بالنسبة للحالة الأخرى إلا كانت عندي ألفا entre 80 و 180، في هذه الحالة ها هي كيفاش غتكون بحق. إلا مشيت حسبت كوسينس ألفا غنلقاه نيجاتيف، دونك في هذه الحالة غيكون لو ترافاي غيكون نيجاتيف، لأن إف بوزيتيف و ا بي بوزيتيف. الحالة إلا كانت ألفا كتساوي 180 دوغري، بالنسبة لكوسينس 180 راه كيساوي ناقص واحد، دونك شحال غتعطيني؟ غتعطيني ناقص إف ا بي. دونك هي هذه الحالة اللي عندي، ناقص إف ا بي، دونك في هذه الحالة غيكون نيجاتيف، نيجاتيف نيجاتيف، في هذه الحالة كنقول لو ترافاي إي ريزيستون. قال له واحد الحاجه، الا كان بوزيتيف عرفوا راه موتور، كان زيرو عرفوا راه نول، الا كان عندك لا كان نيجاتيف عرف راه لو ترافاي لا ناتير ديالو غتكون ناتير ديالو غتكون ريزيستون. دابا بالنسبه ترافاي دان انسومبل دو فورس كونستانت اكزيرسي سور ان كور سوليد اون ترانسلاسيون، يعني واحد الشغل ديال واحد مجموعه من لي فورس.
دونك انا نعطيك شنو كنديرو فقط. دونك لو طرافاي تان انصومبل دو فورس كونستانت اف 1 اف 2 اف ان ابليكي سور ان كور سوليد اون ترانسلاسيون. شنو كيساوي؟ كيساوي لو برودوي سكالير ديالش ديال لاسوم ديال المجموع لي فورس فوا لو فيكتور دو ديبلاسمون ابي. اذا هي هذه اللي كنديرو. انا عندي لو طرافاي ديال واحد مجموعه من لي فورس كيساوي المجموع ديال لي فورس فوا ابي. علاش كلهم فوا ابي؟ لان في كتكون عندي ترانسلاسيون كتكون مثلا الحاله اللي كتكون عندي F1 كتساوي A1 B1 راه كتساوي A2 B2. يعني كيكون هذوك المسافات غادي متساويين، يعني كتساوي أبي. دونك مثلا إلا كان عندي دو فورس شنو كندير؟ كندير لو طرافاي F1 F2 غتساوي F1 أبي بليس F2 أبي. يعني شنو كنديرو؟ كنديرو المجموع ديال لي فورس فوا لو فيكتور دو ديبلاسمون. هاد أبي راها كونستون، يعني ممكن نخرجها هنا. أنت تعقل غير على هاد ليكسبغسيون. دابا نشوفو لو طرافاي دي بوا دان كور. لو طرافاي نشوفو دابا ديال وزن الجسم. ناخذ مثال، مثلا انا عندي هذا المثال، عندي واحد لو كور هو هذا. دونك ان كونسيدير ان كور سوليد دو ماس ام دون لو سونتر دو غرافيتي سو دي بلاس دو بوين ا ا ان بوين بي دون لو شون دو بوزونتو ان افور. يعني نعتبر واحد لو سوليد سونتر دو غرافيتي هو هذا اللي كيكون عنده جي كينتقل من واحد لا بوزيسيون ا فيغ لا بوزيسيون بي، ولكن نعتبر ان لو شون دو بوزونتو ان افور، يعني خص يكون ثابت الجي. كنهضروا الجي يعني لانتونسيتي دو بوزونتور، يعني لو شون جي فيكتور راه كتكون كونستونت. علاش؟ لان راه حنا كنكونوا قرابين الارض، اذا حنا نعتبروه راه ثابت انيفور، يعني ثابت. دونك شنو غنديروا دابا؟ هنا نحاولوا نشوفوا لو طرافاي ديال با. انا فقط غنبينها لك وانت خصك تحفظ ليكسبرسيون فقط. ناخذ مثلا في واحد لو روبير او اي جي كا، يعني ا 3 ديمونسيون. غنشوف دابا لي كوردوني دو بي ولي كوردوني دو ديبلاسمون، يعني جي ا جي بي. علاش انا غنشوف لي كوردوني دو بي؟ حنا كنعرفوا لو طرافاي ديال واحد لا فورس هو شنو؟ هو لا فورس فوا لو فيكتور دو ديبلاسمون. دونك هادي هي لا فورس ولو فيكتور دو ديبلاسمون هي جي ا جي بي. يلا اول حاجه غنمشي بي. دونك بالنسبة لبي عندها بي إكس بي إكغاك و بي زد. بالنسبة لبي إكس شحال كتساوي؟ بما أن بي كيفاش دايرة؟ عمودية أورتوغونال على لاكس أو إكس، في هاد الحالة غيكون تيكالا زيرو. بالنسبة راه هاد بي راه عمودية أيضا على أو إكغاك، إذا في هاد الحالة غنقول حيت عمودية على هاد لو بلون، إلا كانت عمودية على هاد البلون راه تكون عمودية على أو إكغاك، دونك غتساوي زيرو. بالنسبة لزد لاحظ معايا هي معاكسة معاها، هي طالعة الفوق وغادية لتحت، دونك غتكون موان كنديرو موان ام جي، حيت بي كتساوي ام جي، دونك غتساوي موان ام جي حيت معاكسه، او زيد طالع الفوق. وبالنسبه لهذه ولا دير لو برودوي سكالاي كدير بي فوا كا، وبي فوا كا معاكسين بيناتهم هي الزاويه 180، اذا كوسينيس الفا كتساوي ناقص واحد، دونك تي موان ام جي. نفس الطريقه نديرو هنايا لي كوردوني دي جي ا جي بي. دونك عندنا لي كوردوني، عندنا غنديرو اكس بي ناقص اكس ا، ايكغ بي ناقص ايكغ ا، زيد بي ناقص زيد ا. وغنديرو دابا لو برودوي سكالير فقط، كنعرفو لو طرافاي اش كيساوي. لو برودوي سكالير بي فوا لو فيكتور دو ديبلاسمون ايتيغال، دونك غندير غير زيرو فوا هاد العدد، غندير زيرو تاني فوا ايكغ بي ناقص ايكغ ا، وعندي حد كتساوي هنايا اي فوا اكس تساوي ا، بي زد ناقص ام جي فوا زد بي زد بي موان باقا ليا هادي ناقص ام جي زد بي موان زد ا. دونك في هاد الحالة هادو غيمشيو زيرو، دونك شنو غتبقى ليا؟ تبقى ليا غير هاد لخرا فقط، ناقص ام جي زد بي ناقص زد ا، وهاد ناقص ممكن ندخلها لتحت، اذا غيتقلب غتولي زد ا هنا وزد بي غتولي هنا، دونك غتولي لو طرافاي دو بوا من كيكون عندو واحد ديبلاسمون من ا بي كتساوي ام جي زد ا ناقص زد بي. انت غتحفظ ليا هاد العلاقة. دونك فهاد الحالة اللي شناني بأنها لو طرافاي ما كيتعلقش بلا تراجيكتوار. باش كيتعلق؟ كيتعلق غير بزد ا وكيتعلق بزد بي فقط لا غير. دونك لو طرافاي دو بوا دان كور سوليد نو ديبون با دو لا تراجيكتوار باركوري بار لو سونتر دو غرافيتي جي، اي نو ديبون كو دو لاتيتيد زد ا اي دو لاتيتيد زد بي فقط. ما واخا يكون كيرفيلين يكون ريكتيلين ما كيغير حتى حاجه، دونك انت كيتعلق غير بزد ا وزد بي. غومارك، دونك حنايا هاد العلاقة نشوفو نعرفو امتى نقولو موتور امتى نقولو ريزيستون. يلا شوف معايا دابا، نعتبرو هاد الحالة، انت خصك تكون ضابط هادي ام جي كتساوي زد ا ناقص زد بي، يعني من بدا يعني من ديبلاسمون من ا حتى ل بي بحال هاكا، ها هي ا وها هي بي. دونك هو انتقل لينا من ا طاق ليا من بي، اذا فهو نازل، دونك لو كور ديسون. الوغ في هاد الحالة زد ا و زد بي شكون اللي غتكون كبيرة؟ هو زد ا ولا زد بي؟ زد ا غتكون كبر من زد بي، إذا إلا كان زد ا كبر من زد بي غتكون بوزيتيف، في هاد الحالة غيكون لو طرافاي غيكون بوزيتيف.
حيت امرا بوزيتيف والجرعه تكون بوزيتيف. فهاد الحاله كنقول لو ترافاي دي بوا غيكون اي موتور. شوفوا الحاله الاخرى، الا كان لو كور مون طالع الفوق، يعني ا غتكون هنا وب غتكون الفوق طالع، بالنسبه لزد ا راه غتكون صغار من زد بي، ياك يعني زد ا موان زد بي غتكون نيجاتيف. الا كان هذا نيجاتيف وهادي بوزيتيف بوزيتيف، دونك في هاد الحاله لو ترافاي غيكون نيجاتيف. اذا لا كان نيجاتيف كنقول لو ترافاي دي با اي ريزيستان. بهاد الحاله الا كان ان او زد طالع الفوق، الا كان او زد هابط تحت كلشي كيتقلب. دونك ليكسبرسيون دو ترافاي دو بوا دان كور دو سوليد ديبون دو سونس دو او زد، يعني كيتعلق بو او زد. الا كان هابط الى الاسفل ليكسبرسيون ما توليش بحال هكا، تولي بي ان. دونك فهاد الحاله دون لو كا او زد اوريونتي فيغ لو با يعني نحو الاسفل، ليكسبرسيون دو ترافاي دو بوا غتولي ام جي، غتولي زد بي ناقص زد ا بحال هكا، اذا غتولي العكس ديالها، وداكشي اللي قلنا غيكون مقلوب. اذا ديما ترد البال او زد واش طالع الفوق ولا هابط تحت. اون بو يتيليزي لا غولاسيون سويفون، اذا ممكن نستعملو حنا هاد العلاقه، هاديك اش هي زد ا ناقص زد بي. دونك هادي اش غنديرها لا فالور ابسولي، هادي طريقه سهله كتسهل علينا شويه كاع احسن من الاولى، ما نشوف لا زد ا لا زد بي. دونك اش زد ا ناقص زد بي، دونك غنشوفو الحاله، هادي هي زد ا ناقص زد، هذا هو اش، ياك؟ مره غيكون بوزيتيف مره يقدر يكون نيجاتيف. الى كان لو كور ديسون، الى كان هو هابط، في هذه الحاله هابط ياك، اذا في هذه الحاله غتكون اش راها بوزيتيف. في هذه الحاله غندير فقط غير بليس، صافي غندير زائد ام جي اش، ولكن او زد طالع فوق، يعني انت عتقل الا كان راك اثناء النزول عرف خصك دير بليس، ولكن او زد تكون طالع فوق. الى كان هاد لو كور مون طالع، في هذه الحاله غدير بلاس بليس غدير الموان، صافي. دونك عندي لك الحالات اللي كاينين، كاينين واحد جوج حالات اللي كيتحطوا بزاف في الفروض. دونك الا خدينا مثلا هاد لوكوغ راه هابط نازل ديسون او زيد طالع الفوق، دونك حنا كنعرفوا بان لو ترافاي كيساوي ام جي زيد ا ناقص زيد بي. انا ندير هادي هي اش، دونك هنا في هاد الحاله بويسكو لو كوغ ديسون راه نازل، دونك غيكون بوزيتيف. في هاد الحاله ندير بليس ام جي اش، و اش هي شنو هي؟ هي زاد ا ناقص زاد بي. دونك غنمشي نرسم لك زاد ا وها هي زاد بي، دونك هذه هي اش، ياك هذه هي اش، وهاد اش ممكن نجيبها هنا. دونك في هاد الحاله ممكن نعرف انا اش، حيت انا هذه هي الفا، بطبيعه الحال تكون هذه هي الفا. دونك كيفاش غنلقى انا هاد 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 اش؟ يعني غنستعمل سينيس، سينيس الفا كتساوي كتساوي اش على جي اش جي ا جي بي، دونك اش جي ا جي بي، اش كتساوي جي ا جي بي فوا سينيس الفا. غنمشي نعوضها هنا، غتولي ام جي جي اش جي بي سينيس الفا. بالنسبه لهادو راه كيعطوكم في التمارين، صافي، يعني تتعرف اذا كان عندك هاد الحاله كيفاش خاصك دير لها. الحاله الاخرى ملي كيكون عندي مثلا لوكو ديسون على واحد تراجيكتوار اللي هو سيركيلار، يعني هنا عندي واحد لو غايون اغ، كيفاش كنلقى لو ترافاي ديال لو بوا؟ البوا كيكون مرسوم بحال بي، هي رابطه هنا لتحت. دونك هنا في هذه الحاله راه نازل، دونك في هذه الحاله لو ترافاي ديال لو بوا راه غيكون بوزيتيف. اش هي شنو هي؟ اذا اش غتكون زد ا زد بي، غتكون هي هذه هي اش. كيفاش غنلقى هنا هاد اش؟ اذا اش انا كنعرف هذه ممكن انا نحسبها من هنا حتى لهنا، شحال عندي هي اغ، غنوضع هذه هي اش بريم مثلا، اش بريم، اش بريم ممكن نحسبها حيت انا عندي الزاويه الفا. شنو كندير؟ اغ هو شنو هو؟ اغ كتساوي اش بريم زائد اش، يعني اش زائد اش بريم. انا بغيت اش، بغيت انا دابا شنو بغيت؟ بغيت اش، دونك اش اش كتساوي اغ موا اش، ونمشي نحسب اش بريم. شنو غندير؟ ندير كوس سينيس الزاويه، كوس كوس تيتا، اذا كوس هنا راه تيتا ماشي الفا، يعني الا كانت الفا غدير 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 الفا. دونك كوس سينيس تيتا كتساوي اش بريم على اغ، غنخليها هنا الفا، دونك هاي بدلت هنا الفا، دونك تولي اش بريم كتساوي اغ كوس سينيس تيتا، هاي كوس سينيس تيتا. وغنمشي نعوض هنا في هاد العلاقة، تولي اش تولي اغ ناقص اش بخيم، غتولي هنا اغ كوسينيس تيتا، ونجي نعوضها غا هنا. دونك في هاد الحالة غتولي نقدر نعمل انا باغ، تولي ان موان كوسينيس تيتا. هاد ليكسبغسيون غنمشي نعوضها هنا ونلقاها ام جي اغ ان موان كوسينيس تيتا. اذا بحال هاد التمارين كيتحطو في لي كونترول. اذا ان شاء الله في الفيديو الجاي ان شاء الله نشرح لكم الحاله اللي كيكون عندي كور اون غوطاسيون. اذا كنتمنى تكونوا استفدتوا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.